مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من شاطئ عين دياب. لأكيد جميع المغاربة لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن ولا البيضاويين ولا غير البيضاويين تعرفوا شاطئ عين دياب. كلنا سمعنا قرار الحكومة بإغلاق الشواطئ والحمامات وصالونات الحلاقة، وأيضا إغلاق المقاهي على توقيت معين والأسواق وأسواق القرب. اليوم جينا شاطئ عين دياب باش نشوفوا آراء المواطنين بعد قرار إغلاق الشواطئ ومنع السباحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو قررت الحكومة؟ سمعت أخشي. أشنو سمعتي؟ سمعت أن قالوا غادي يسدوا لنا المقاهي والحمامات والبحر، وهادشي راه قرار هو مزيان بالنسبة لهاد الحالات اللي ولاو كثروا. ان شاء الله يا ربي يدير الشتاء ويدير الخير. ودابا انت شحال مره جيتي للبحر في هذا الصيف؟ دابا هذه الثالثه. حيدتي منه بعد داك الشوط؟ صافي الاخر، اليوم الاخر ان شاء الله. كتجيش غادي صافي اليوم الاخر يعني؟ ملي قالوا الحكومه قالوا غدا الاخر نهار صافي، حنا حنا مع الحكومه في داك القرار ديالهم. ايوا كيفاش داك القرار مزيان ولا ماشي مزيان؟ هو مزيان بالنسبه ل هادشي ديال الامراض اللي ولات كثرات، المرض اللي كثر، بالنسبة لي راه مزيان، قرار مزيان صائب. واخا انت ملي كتجي للبحر وكتجيب الوليدات كدير تدابير احترازية، كدير الوقاية. ضروري ضروري اختي، ضروري ضروري من الوقاية، الكمامة، المعقم، ضروري من داكشي التباعد. تبارك الله عليك، تبارك الله على الوليد. الله يبارك فيك اختي، الله يبارك. عجبو البحر بعدا؟ لا ضروري. تبارك الله عليك اخويا، شكرا. شكرا. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، حنا الآن كنتواجدوا بشاطئ عين دياب. هذه هي الأجواء. السلام عليكم، أش أخبارك؟ الله يبارك. سمعتي بحر ولا مازال؟ يلا غنهود. يلا غتهود. شحال مرة جيتي للبحر؟ جيت لي بلا قياس. شحال هاد بلا قياس؟ جيت لي ملي كان هاد من رمضان، من رمضان ملي كان محبوس ولا شي كنا كنجيو ليه. واخا كان محبوس؟ واخا كان محبوس كنا كنجيو ليه. علاش أخويا؟ هو خصنا نعومو. واخا مانعين؟ واخا مانعين كنجيو ليه. هو هادشي راه خاطر عليك. ايوا ربي يستر. وفي راسك عاوتاني دابا منعوس؟ قال لك غادي يسدوا هاد، يمكن في الشهر سعود. غيسدوا ان شاء الله نهار الجمعة بالليل، غدا بالليل. الجمعة غي وغتجي ولا ما غتجيش؟ وغنضطر نضطر نجي. غضطر نضطر نجي. علاش اخويا الضطر؟ وخصني نعوم، الصيف الحرارة والصدقة قاتلة في الدار. ايوا دابا خصني نجي للبحر نعوم. قلت سدوا حيت جينا قبل ملي كان في رمضان كنا كنجيو السلطه كتقول لنا كتعطيها عين كادوز وهي غادا. وملي كتشوف السلطه اش كدير؟ وصلا كنسلت ليهم كندير خبادي كيعوموا هنا خصني نطلعهم وكنعود نعوم حتى انا. المهم العومان ما تحيدش. الله يحيدك. تبارك الله عليك. الله يحفظك. الله يحفظك. للمشاهدي قناة شوف تي في، تفضل معنا. السلام عليكم. السلام. تفضل. بعد واحد الحاجة اللي شفناها هنا أن الأغلبية مرتدين الكمامات ديالهم الحمد لله. معنا أحد المواطنين أيضا اللي غنسولوه، شحال مرة جيتي للبحر في هذا الصيف؟ أربعة مرات دابا. شحال؟ أربعة. كنتي كتجي الوقت اللي كانوا مانعينو؟ لا. كتبدا الحاجة الصحية كساعة. جيتي دابا ملي ولاو كيعوموا؟ كيعوموا دابا غادي يحبس. واخا تجي صافي فراسك دابا صافي غيحبسو عاوتاني؟ فراسي اختي. امتى؟ غدا بالليل. اشنو غادير مي غيحبسو؟ غادي نبقى في الدار. نبقى في الدار. ما تجيش لي؟ لا ما نجيش. لا كيفاش جاتك هاد القرارات اللي دارت الحكومه؟ مزيان اختي، ونعطيو بالصحه شي مزيان على حساب الناس اللي مزيان لهم هما الصحه ديالهم والمواطن. وهاد الحال دابا راه صعيب على الحال دابا، حيت ما كاينش تجمع بزاف، ما كاينش واحد مسافة الأمان بيناتهم. غاديين تجمعات بزاف. ما كاينش مسافة الأمان، ما كاينش ارتداء الكمامات. لا كاينين الكمامات، كاينين. كيعوموا بهم الناس في البحر؟ لا، كيحيدوا بقيت اللي بغا يعوم كيحيدوهم، كيحيدوهم. ومن كاين كيطلعوا من الماء كيلبسوهم ثاني. كيلبسوهم عاوتاني
حتى كيبدا يطلعوا. طلع عليك الله يبارك في صحتك. شكرا. اجي اخويا اجي. شوف هاد السيده تاهي اللي جات البحر تبحر يا وليداتها. الله يحفظك ويخليهم ليها. حياتك اختي. شكرا بزاف. شنو رايك في هذا القرار؟ عرفتي القرار اللي اتخذته الحكومه بخصوص اغلاق الشواطئ؟ بخصوص اغلاق الشواطئ سمعنا بانه غدا غتكون اخر فرصه لينا باش نتبحروا. ما نكذبش عليكم، ما عجبنيش القرار بزاف لانني عندي وليدات يعني حتى هما كيبغيو يتبحروا، سيرتو ان 3 شهور ولا 4 شهور وما في الحجر الصحي، يعني ما تبرعناش بزاف، ما عندناش امكانيات باش نسافروا لشي بلايص بعيده، يعني هذا هو المتجه الوحيد عندنا حنا بالنسبه لي انا وليدي. المتنفس الوحيد. يعني ما كرهناش يكون شي حل اخر مثلا. بحال اش هذا الحل الاخر؟ بحال مثلا يزيدونا على شويه ولكن يكون تطبيق القرارات، مثلا ارتداء الكمامه رغم واخا مع السباحه تكون الكمامه، يكون تباعد، يعني هادشي خصو يطبق. يعني كنلاحظوا هنايا ما كاينش تباعد، ما كاينش بزاف الحاجات، ولكن الحاجه ديالنا البحر هي اللي كتخلينا نصبروا واخا اننا كنشوفوا هادشي رغم ان هادشي خطا. ما نظنش يعني الدوله كنظن خاصها تشوف شنو هو الحل المناسب وديروه. حنا اللي داروا لينا غادي نديروه، ولكن دابا قالوا لك غيتغلق غدا ان شاء الله. يعني ما غنبقاش نجي رغم انني في حاجه انني نجي غادي نطبق القرار اللي غادير لنا الدوله. وليداتك شنو عجبهم الحال معاك؟ وليداتي ما كرهوش دابا ما يمشيوش، قال لك لا حنا بغينا نبقاو نجيو للبحر. فين غادي نمشيو؟ كنبقاو غير في الدار. سيرتو ان الدراسه ما كايناش وما كرهناش الدراسه، كون استانفات يعني على الاقل غيمشيو للمدرسه ماشي غيبقاو حداك جالسين. يعني نفسيا تازموا الدراري، يعني باغين يخرجوا باغين يفوجوا باغين بزاف الحاجات. دابا كيسولوني كيقولوا لي واش الجرده غنمشيو ليها اولا لا، كيف ما عرفناش حتى غادي نتاكدوا نشوفوا واش غيعطيونا في الاخبار. نتمنوا يكون خير. شكرا لك. شكرا. الله يحفظك. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، هذه هي الاجواء بشاطئ عين الدياب. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، كيف ما عرفنا أن الحكومة أصدرت بلاغ قبل قليل بإغلاق الشواطئ وإغلاق الحمامات والصالونات، اتخذت عدة قرارات وتدابير احترازية واللي غتحرص عليها السلطات أكيد المغربية بكل روح وطنية ومسؤولية. وهذا الشيء اللي عهدنا عليهم طوال فترة كورونا، فالأر مرجو المزيد من الحيطة والحذر. وهادشي كلشي راه بسبب ارتفاع الحالات ديال كورونا وايضا الوفيات.